أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. اتفقت الولايات المتحدة وروسيا على وقف لإطلاق النار في جنوب سوريا ابتداء من ظهر الأحد بحسب ما أعلنه وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف الجمعة في هامبورغ. وقال لافروف اليوم في عمان خبراء روس وأمريكيون وأردنيون اتفقوا على مذكرة تفاهم لإقامة منطقة خفض تصعيد في درعا والقنيطرة والسويداء. وقال لافروف إن قوات الشرطة العسكرية الروسية ستشرف على وقف إطلاق النار بالتنسيق مع الأردنيين والأمريكيين. قصفت قوات الأسد بعنف بلدة عين ترمة الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة على المشارف الشرقية للعاصمة السورية دمشق لدعم تقدم القوات التي تتجه باتجاه هذه المنطقة. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن نظام الأسد شن 5 غارات جوية على الأقل وأطلق 3 صواريخ على البلدة. تمكنت القوات العراقية التي تتقدم صوب حيي الميدان والشعارين في الموصل شمال العراق من اختراق دفاعات المتطرفين وباتت على مسافة 200 متر من ضفة النهر. فيما أبلغ مسؤول في التحالف الدولي أن القوات العراقية قلصت الأراضي الواقعة تحت احتلال داعش إلى 250 مترا مربعا. أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش أن سياسة المظلومية التي تتبعها الدوحة لن تحجب شمس دعمها للفوضى والإرهاب. كما شدد قرقاش ردا على مقال للسفير القطري في روسيا في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية على أن الحل ليس في نيويورك ولندن بل في الرياض. حث رئيس المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة ميانمار على منح الجنسية للروهينجا. وتعتبر حكومة ميانمار نحو 1 مليون من الأقلية المسلمة الروهينجا كمهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش المجاورة وتحريمهم من الجنسية على الرغم من أن عائلات الروهينجا عاشت هناك لأجيال. كشف تقرير ألماني عن مساعي طهران لشراء تكنولوجيا متقدمة من شركات ألمانية لتعزيز برنامجها الصاروخي. التقرير حذر من أن إيران تعمل بنشاط وبطريقة غير مشروعة بحثا عن منتجات وتكنولوجيا علمية في مجال تطوير أسلحة الدمار الشامل مثل الصواريخ. قالت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل إن مجموعة 20 اتفقت على ضرورة العمل على تجفيف منابع تمويل الإرهاب والتنسيق وتبادل المعلومات بين الدول بشأن الجماعات الإرهابية. وأضافت ميركل أن دول المجموعة متفقة على كون الإرهاب الدولي هو تهديد للجميع، كما أكدت أهمية العمل مع مشغلي شبكة الإنترنت لمكافحة انتشار الأفكار المتطرفة والمواقع التي تروج لها. إلى اللقاء.